تؤكد كافة النظريات على ضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال نظراً لأهميتها وتأثيرها في تكوين شخصية الطفل المستقبلية، وهذا هو النهج الذي تسير عليه مدرسة السلام بمدينة طنطا في بناء وتكوين شخصية أبنائها من كافة الطلاب الملتحقين بها. إن شاء الله السنة دي هيكون لنا تدريبات إزاي التربية الإيجابية، ودي أكتر حاجة مطروحة على الساحة، أنه الطفل الصغير دايماً لما بيبقى عنده مرض جسدي الدكتور بيعالجه الصغير أو الكبير، لكن لما بيبقى مرض نفسي ده بيعتمد على شوية حاجات. هو كان أصله إيه المرض النفسي ده؟ كان سببه إيه زمان اللي أدى بيه أنه يعمل الحاجة اللي مش مظبوطة في السلوكيات؟ وبنبتدي نشوف إزاي نساعد الولاد أن هم ينموا بنمو كويس. فهيبقى في تدريبات للمدرسين والأولياء الأمور، بحيث أنه اللي إحنا نعمله مع الطلبة هنا هو اللي في البيت يتعمل، بحيث نساعد الطفل أنه يطلع سوي مشبع، كل احتياجاته مشبعة من المحبة والتقدير والتشجيع والانتماء والأمان والقبول الغير مشروط، لأنه الطفل لما بيحس أنه مقبول على أي الأحوال سواء هو عمل حاجة صح أو غلط، لكن أهله قابلينه وبيشجعوه وبيعلموه الصح من الغلط في نفس الوقت، ده بيساعده أنه هو يطلع شخص سوي. فبكده بنأثر إحنا على المجتمع أنه ما يبقاش في حد إرهابي في المستقبل من ولادنا، ما يبقاش في حد بيتصرف تصرفات مش موزونة أو مش محسوب لها حساب. هو ينمو سلوك سوي من هو صغير عشان لما يكبر يبقى نافع لنفسه أولا ولعيلته ولمجتمعه. احنا دلوقتي في تدريب بناخده مجموعة من المدرسة من المسؤولين في المدرسة، وهنبتدي نعممه بعد كده على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وبعد كده هيتقدم في محاضرات لولي الامر والمدرس مع بعض. التدريب ده من ناس متخصصين، مش عارفه ينفع اقول اسماء ولا لا، بس في دكتور اوسم وصفي، هو اصلا من طلبه، كان طالب في المدرسه هنا زمان، هو دلوقتي حد حلو قوي في القاهره، ليه كتب كتيره جدا. احنا داخلين في مجموعه من المجموعات اللي بتعلم المبادئ دي، المبادئ النفسيه، فبندرس دراسات على مجال حوالي 4 شهور، بس بعد كده هنختار منها المواضيع اللي هتتقدم للاهالي والمدرسين، لكن الاخصائيين والنفسيين والاجتماعيين غالبا هندي لهم كل الكورس ده على بعضه، لانه ده هيفرق معانا في لما نشوف طالب في حاجه في سلوكياته محتاجه تتعدل، ده بيبقى شغل الاخصائي النفسي والاجتماعي اكتر، فهم اللي هياخدوا الكورس كامل والباقيين هناخد منه محاضرات اللي تنفع لكل حد. بنعمل مع الولاد برضو تدريبات وبنعمل معهم حاجات جديدة ازاي هم
هيعيشوا بطرق الأسئلة الجديدة والحاجات الجديدة اللي الوزارة بتعملها، وإزاي هيجاوبوا بالطرق الحديثة اللي هي مطلوبة منهم. كمان بندربهم في الجامعة، بيروحوا يزوروا الجامعة وهم في مرحلة ثانوي علشان يعرفوا يحددوا ويميزوا الكلية اللي يدخلوها، لأن احنا بنحاول نعلمهم أنه كل حد بيختار لنفسه، يبقى ليه شخصية يقدر يعتمد على نفسه ويختار لنفسه. بنعلمهم كمان في مجالات الحياة مش بس في الدراسة، لكن طول الوقت بتاع المدرسة وفي الصيف كمان أوقات بناخدهم زيارة ملاجئ ومستشفيات، وبناخدهم في دور مسنين، بحيث ان هم في كل الأماكن دي هو بيتعلم ان انت مش لنفسك بس، لكن انت للمجتمع، ازاي يخدم مجتمعه، ازاي يعرف انه في ناس مختلفين عنه، وازاي يقبل الاختلاف من غير ما يكرهه، لكن يحب الاختلاف، لأنه كل ما اختلفنا عن بعض كل ما بندي بعض مواهب أكتر وبنعلم بعض قدرات أكتر. دي أكتر حاجة احنا بنركز عليها في المدرسة. ومهتم بالولاد ومهتم ان يكون موجود معاهم النهارده. اما نيجي نروح خلوا بالنا ان احنا نقول لولادنا ان انتوا كنتوا حلوين قوي، حتى لو حد فيهم كان واقف مكسوف او مش بيقول او اي حاجه، هنشجعه وهنقول له وهنقول لها كنتوا حلوين قوي قوي قوي، لانه ده بيفرق معاهم وبيديهم احساس انه ولي امري مهتم بيا وشايفني ومركز معايا وبيحبني. Tiene que ver con la segunda mejor. طالبة هنا وأولادي كانوا هنا، ودلوقتي أحفادي معنا في المدرسة برضو، وبفتخر قوي بأنه كل حد بيجي يشتغل في المدرسة أو يدرس في المدرسة بيحس أنه هي نفس الأصول بس فيها تطوير حسب الأحدث. فإحنا بنتمسك بالقديم، الحاجة الحلوة في القديم، وبنطور نفسنا للجديد عن طريق تدريبات. إحنا بنتابع قوي، بنواكب الوزارة والتعليمات بتاعتها والقوانين الجديدة، وبندرب نفسنا في المدرسة وبنجيب مدربين مخصوصين علشان نطور نفسنا ونكون على المستوى اللي يليق بأنه المدرسة تفضل دايما سباقة ودايما متدربة على كل حاجة جديدة. فأما مخلص هنا، أول ما أي حد يقابل ولاده
او احفاده، برافو عليكم انتوا حلوين قوي. مش هنقول احسن من حد وبوحش من حد، بس هنقول كنت حلوه قوي. مش كنت حلوه قوي؟ لان دي بتدي جزء من الاحتياج النفسي بتاع الاطفال. الاحتياج النفسي بتاع الطفل الصغير ده هو اللي بيشكل شخصيته لما يكبر. فبيقول لو سددنا له كل الاحتياجات بتاعته لما يكبر هيبقى انسان سوي، هينفع نفسه اولا وينفع بيته وينفع بلده. فده اللي احنا بنحلم بيه لاولاد مدرستنا. بناخد تدريبات وهنكملها بمحاضرات لحضراتكم ان شاء الله مع بدايه السنه الجديده، بتتكلم عن التربيه الايجابيه، ازاي اربي ابني بحيث انه نفسيا يبقى مظبوط. فانا بارجوكم انه اما نعلن عنها تبقوا متابعين معانا على صفحه المدرسه عشان نكون موجودين مع بعض كلنا برضو، لانه دي هتفرق. انه بيفرق مع الطفل الصغير انه اللي ماما وبابا بيعملوه والمدرسه نفس بتعمل نفس الحاجه، فهيتركز جواهم انه التصرف ده ايجابي حلو وهنكمل فيه. لو حد فينا قال او حد قال لا، الولاد بتتلخبط نفسيا فبتبقى مش عارفه تكمل ازاي. طب انا مين صح ومين غلط، ماما ولا امي ولا المدرسه؟ فهنسمع المحاضرات، احنا المدرسين هيحضروها والاستاف بتاع المدرسه وانتوا هتحضروها، بحيث ان كلنا نبقى بنعمل نفس الحاجه ونكمل مع بعض المسيره عشان ولادنا يطلعوا احسن ولاد ينفعوا نفسهم اولا وبلدهم وماما وبابا كمان، يعني ينفعوا البيت كمان. كي جي عندنا في المدرسة من المراحل الأساسية جدا، لأن هي بتكون هي الخطوة الأولى لوجود الطفل جوه المدرسة. حطينا على قلبنا ان احنا نكون فريق متكامل، هدفه الأساسي انه يجذب الولاد دول للمدرسة. كنا بنشتغل على محاور أساسية في التعامل مع الأطفال. أول محور هو محور الحب. احنا بنقدم لهم الحب وبنقدم لهم قد ايه احنا بنحبهم وبنقدرهم وبنتشرف وجودهم معانا جوه المكان. فالمحبة لما بتطلع حقيقية من قلبنا ليهم، هم كمان بيكونوا حاسين بده وبيكونوا بيستقبلوا ده، وده بيثبتهم اكتر في المدرسة.
كنا بنشتغل على محاور أساسية في التعامل مع الأطفال. أول محور هو محور الحب. الحاجة الثانية التشجيع. احنا طول الوقت بنشجعهم، بنشجع حتى الحد اللي بيعمل حاجة بسيطة خالص، مش يعني بتبقى ولو تاسك صغير، لكن بالنسبة لنا احنا بيبقى كبير قوي وبتشجع بيه كتير قوي. فريق العمل، فريق المدرسات اللي بيشتغل معانا دايما في بقه كلمات التشجيع، ودايما بيطلع كلمات التشجيع للولاد، وده بيحفزهم جدا انهم يتحركوا من خطوة لخطوة. الحاجة الثالثة اللي احنا بنشتغل عليها هي الاحتواء، ان احنا الطفل ما بيحس بمشكلة بنقدر كلنا نساعده، بداية من مدرسات الفصل، دي لما بتكبر المشكلة اكبر واكبر بنتدخل احنا كمان، وبنقدر نحتوي الطفل وبيكون بيروح مبسوط وسعيد. الهدف اساسي عندنا هو ان هو يحس ويشعر بانتمائه للمكان وبانتمائه للفريق اللي معاه، سواء كان اصحابه، سواء كان مدرساته اللي هو بيعتبرهم مامته التانية جوه المدرسة، وبيقضي معاهم وقت طويل جدا، بيتعلم منهم وبيأثر فيهم وبيتأثر بيهم بشكل كبير. هي دي الحاجات الأساسية اللي احنا بنركز عليها قوي مع الولاد، علشان الولاد بعد كده يكونوا، وعندنا هدف أساسي بنسعى إليه، إنه يصحى الصبح بدري يقول لماما أنا عايز أجي المدرسة، ما يقولش لا أنا مش عايز أروح. وده فعلا الحمد لله اللي حصل، إن احنا السنة دي عندنا اشتغلنا لحد يوم 19/5 في العام الدراسي بحضور كامل للولاد. الولاد ما كانوش بيغيبوا، الولاد كانوا بيحضروا كل الأوقات لحد آخر يوم، لحد حفلة التخرج اللي احنا عملناها النهارده. وهكذا تعمل مدرسة السلام بمدينة طنطا على تنمية قدرات الطفل العقلية والنفسية، وذلك من خلال تعليمه العديد من القدرات والمهارات التي تجعله قادرا على التعبير عن نفسه وأفكاره، ليكون بذلك مفيدا ونافعا لنفسه وأهله ووطنه.